نذهب وإياكم إذن إلى ركلات الترجيح. تركيز، ثقة، حظ، أشياء كثيرة مهمة في الدقائق القليلة المتبقية من علامة الجزاء. نصيري يمشي الآن لتنفيذ الركلة الأولى. الكرة تصطدم في القائم، الارتياح كبير على حارس المرمى. كانت قريبة جدا لكن عادت من خشبات المرمى. والآن الدور على هازارد. الكرة في الشباك في منتصف المرمى. يا لها من ثقة، يا لها من إمكانيات. كرة في المرمى، ثاني لاعب يسدد. ارتمى الحارس في الاتجاه المعاكس بثقة كبيرة، تفوق على حارس المرمى. يتصدى لها الحارس، تصدي غير عادي من حارس المرمى، يجعل زملاء يفتخرون بهذا التألق. والكرة إلى الجانب الأيمن، تسديدة في منتهى الروعة، في منتهى القوة، بدالي أنه مستحيل التصدي لها. تقدم وسددها بكل ثقة، هذه ركلة جزائية مذهلة. يلعبها في الجانب الأيمن، سيطر على أعصابه وسجل ضربة الجزاء ببراعة. الكرة في زاوية والحارس في زاوية أخرى، وركلة رائعة. سددها على يسار حارس المرمى، ثقة واضحة عليه، وكرة في منتهى الروعة. مدريد لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. مدريد لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. وهدف، ويقفز الجمهور من الفرح. يتقدم اللاعب السادس. يا لعيب، لمسة كانت رائعة. الحارس ذهب إلى الزاوية والكرة في الأخرى. هدف، ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. الآن حان الدور على المسدد السابع. أوه، الكرة تصطدم في القائم. لعبها ببراعة كبيرة لكن إطار المرمى كان عنده رأي آخر. ياسين بونو عليه منع هذه الركلة من أن تصل إلى شباك. يا سلام، ينجح في إنقاذ فريقه. هذه كرة الاطمئنان. الله على هذه اللقطة، على هذا التصدي المذهل من حارس المرمى. ياسين بونو إذا صدها سيعيد الأمل لفريقه، طموح الفوز. أوه، كرة رائعة، حمل على عاتقه مهمة كبيرة وكان في الميعاد. التاسع في الترتيب، يتقدم الآن. يا هدوءك، حطها بشكل جميل في وسط المرمى. مدريد هل هي كرة التعادل أم الخسر؟ يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء الصعداء. يلعبها في الجانب الأيسر. يا لها من ثقة، يا لها من إمكانيات. كرة في المرمى، سجل، ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. دراما كروية، كيف ستنتهي مع اللاعب الأخير في قائمة اللاعبين؟ تصدي رائع، حارس في منتهى التركيز ينقذها ببراعة. وكرة ضائعة، كانت على بعد سنتيمترات بسيطة جدا من أن تكون في المرمى لكنها اصطدمت في خشبات المرمى. النصيري عيون على حارس المرمى قبل تسديد الركلة، ينجح في أن يخدع الحارس، يسجل هدف. ضربة مذهلة. مدريد عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. وهدف، ويقفز الجمهور من الفرح. الله،
في التسجيل بسهولة كبيرة. يا سلام، تنفيذ رائع، الكرة في زاوية، الحارس في الأخرى، هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. حكيم زياش يتقدم لتسديد الركلة الترجيحية. يا إلهي، الكرة في زاوية والحارس في زاوية أخرى لكنها لا تصل إلى المرمى. يا له من سوء حظ. يا سلام، ينجح في إنقاذ فريقه. هذه كرة الاطمئنان، وكرة في القائم. لعبة جميلة لكنه لم يكن محظوظ، ضربة ضائعة. ياسين بونو هو الأمل الأخير لفريقه، إذا صد هذه الركلة وإلا انتهى كل شيء. كرة رائعة، حمل على عاتقه مهمة كبيرة وكان في الميعاد. سيطر على أعصابه وسجل ضربة الجزاء ببراعة. مدريد لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء الصعداء. يضعها في المنتصف، تسديدة في منتهى الروعة، في منتهى القوة، بدأ لي أنه مستحيل التصدي لها. مدريد، هل هي كرة التعادل أم الخسارة ونهاية كل شيء؟ ركلة أخيرا حددت الفريق الفائز بعد ليلة عصيبة. المغرب فاز بالطريقة الأكثر دراماتيكية في الكرة، على الرغم من صعوبة المباراة، على الرغم من أنها 0-0، لكن مباراة في منتهى الروعة، بإيقاع عالي، بمستوى عالي، بفن، بإبداع. مع انتهاء المباراة بدون فائز سنلجأ إلى ركلات الترجيح. أول ركلة سينفذها نصيري، تسديدة قوية وجميلة. الله، كرة في منتهى الروعة، خدع الحارس بطريقة بارعة، لعب الكرة في الاتجاه الآخر. هازارد يحاول أن يلعب بأعصاب الحارس قبل تسديد ركلة الكرة في المرمى. النتيجة 1-1. بدأ لي أنه متوتر جدا قبل تنفيذ الركلة لكنه تمكن من التسجيل. ثم اللاعب الثاني يلعبها لكن تعود من القائم، كانت قريبة جدا لكن عادت من خشبات المرمى. يلعبها في الجانب الأيمن بثقة كبيرة، تفوق على حارس المرمى. الكرة في زاوية والحارس في زاوية أخرى، وركلة رائعة. ينقذها الحارس. يا سلام، الدور على لاعب رابع لتنفيذ الركلة. الله، ينجح بالتسجيل بسهولة كبيرة. الآن الدور على اللاعب الرابع. هذه كرة في المرمى، 3-3. الأجواء نارية مشتعلة الآن. الركلة الخامسة دائما ما تكون مهمة. كرة ملعوبة في الجانب الأيسر من المرمى. يا لعيب، لمسة كانت رائعة، الحارس ذهب إلى الزاوية والكرة في الأخرى. مدريد عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه، وهدف، ويقفز الجمهور من الفرح. اللاعب السادس في تنفيذ الركلات، أرسل الحارس إلى الاتجاه الآخر. يا سلام، تنفيذ رائع، الكرة في زاوية، الحارس في الأخرى. مدريد، هل هي كرة التعادل أم الخسارة ونهاية كل شيء؟ هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. يا لها من ثقة، يا لها من إمكانيات. كرة في المرمى ومع اللاعب السابع. الله، على اللقطة وعلى تألق حارس المرمى. ياسين بونو عليه منع هذه الركلة من أن تصل إلى شباك. أنهت هذه الركلة المباراة، لم يكن عندهم الهدوء أثناء تنفيذ ركلات الترجيح أو التركيز العالي. افتقدوا للثقة اللي كانوا يحتاجونها في مثل هذه المراحل الحاسمة من المباراة.